المصيبة مو هنا، المصيبة انه السيارة 2019 تسجيل لأول مرة، تاريخ الغرامة 27/9/2005. الغرامة عام 2005 والسيارة موديل 2019. كمان بالمرور بالغزالية عند تسجيل سيارة طلع عليها غرامة. طبعا السيارة 2000 المصيبة مو هنا، المصيبة انه السيارة 2019 تسجيل لأول مرة، تاريخ الغرامة 27/9/2005. يعني حتى السيارة بعتي ما صايرة حديد، مو ما مصنوعة، ما متكونة حديد، بعتي وعليها غرامة. هسه آمنت بالله، اقتنعت انه انا ادفع الغرامة، قلت مو مشكلة غرامة 60,000 ادفعها، اروح له بالغرامات اقول له يابا دفع غرامة انا اريد اكمل معاملتي، يقول لي والله احنا ما عندنا دفع غرامة على رقم الشاصي. ما اقدر اذكر لك انا بالوصل رقم الشاصي. هسه انا وين اروح مثلا يعني؟